أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا مع بداية ساعتنا الثانية. نتحدث عن مهرجان رام الله للرقص المعاصر، طبعا بنسخته هذا العام، سنوات طويلة من هذا المهرجان واللي دائما ينظم بإقبال واسع وحضور فرق دولية من دول مختلفة. يعني بنحكي العام الماضي كان مقتصر محليا يعني اللي تبعت جائحة كورونا، ولكن هذا العام كان حافل بالفرق الدولية. حنتحدث أكثر عن هذه النسخة المميزة والفريدة مع الأستاذ خالد عليان، مدير تنفيذي لسيرية رام الله والقائمين على مهرجان رام الله للرقص المعاصر. أهلا وسهلا فيك أستاذ، صباحك. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم وشكرا لكم. أهلا وسهلا. يعني إحنا نحكي عن نسخة المهرجان هذا العام اللي راح تكون أو بدأت من 8 من حزيران وحتى 18، عام دار 10 أيام نتحدث عن فعاليات مختلفة، وهي السنة كمان كانت فرصة لعودة المهرجان بشكله الطبيعي بوفوده وفرقه المشاركة من مختلف الدول الأوروبية. حدثنا عن أهم هذه الفرق. طبعا زي ما حكيتي انه السنه هاي المهرجان هي دوره ال 16. في العام 2020 المهرجان توقف بسبب جائحه كورونا. في 2021 تاجل مرتين، المره الاولى بسبب الاحداث اللي صارت في حي الشيخ جراح ومحاوله تهجير اهلنا في حي الشيخ جراح، بعدها تاجل بسبب الحرب على غزه. نظمنا السنه الماضيه، اقتصرنا على زي ما ذكرت على الجانب المحلي، وكان كثير منيح انه دعمنا الفرق المحليه، دعمنا ما يقارب 16 فرقه فلسطينيه، سواء من فلسطينيين هون والقدس والداخل وفلسطينيين مقيمين في الخارج. السنه هذه الحمد لله رجع المهرجان خلينا نقول وضعه الطبيعي من خلال استضافه فرق اجنبيه وفرق عربيه وفرق محليه، طبعا لانه احنا بنهتم بالفرق المحليه. السنة هاي كان عندنا فرق من بريطانيا ومن النرويج ومن إيطاليا ومن سويسرا، وفي عندنا من تونس ومن فرنسا بالإضافة للفرق المحلية. رغم الظروف الصعبة اللي منعيشها طبعا، الظروف السياسية والظروف الاقتصادية، ولا زالت جائحة كورونا خلينا نقول يعني موجودة حوالينا، وإلا أنه نجحنا في أنه ننظم المهرجان. كان حفل الافتتاح السنة هاي مع فرقة من بريطانيا اسمها كاتلين بيرنيد، قدم عرض اسمه رفاق في الظلام، بتحدث عن المناضل الإيرلندي بوبي ساند اللي أضرب عن الطعام في السجون الإيرلندية لمدة 66 يوم وتوفى بعد اليوم 66. هذا العرض مرتبط كثير مع قضايا الأسرى الفلسطينيين وأسيراتنا اللي عندهم تجارب كبيرة في الإضراب عن الطعام، ولا زالوا طبعا وتعدت 66 يوم لبعضهم أضرب عن وهذا الطعام. وهذا أستاذ خالد ما عمدت عليه في هذا المهرجان، أنه عنوان رفاق في الظلام وأيضا تركيز على واقع الأسرى في معتقلات الاحتلال وأسرى فلسطين اللي هم أسرى حرب، اللي كمان من خلال الفن احنا بنوصل رسالة للعالم لهذه المعاناة. نتحدث أيضا على عناوين كانت هامة من خلال عروض الرقص اللي كانت موجودة، ودائما بنكون انه في من المحطات اللي حضرناها انه يكون في فرق من دول يعني من دول الإعاقة يكونوا حاضرين. مظبوط، احنا يعني في سنوات سابقة استضفنا فرق من دول الإعاقة. السنة هاي كان في عندنا فيلم لفرقة اسمها ستوب جاب من بريطانيا عن دول الإعاقة، في بعض الأفلام اللي كمان عن موضوع الكورونا. في طبعا احنا السنة هاي كان في عندنا عروض أفلام، كان في عندنا عروض رقص، كان في عندنا امبارح مؤتمر حول مستقبل المهرجانات في فلسطين. بتعرف المهرجانات لها دور كبير ولها تاريخ كبير، بس في الوقت الحالي بتواجه تحديات كبيرة. احنا ارسلنا قبل سنتين 6 طلاب من فلسطين للأكاديمية الوطنية في للرقص في روما، درسوا على مدار فترتين، كل فترة 7 شهور. السنة هاي اجوا مع طلاب الأكاديمية، قدموا عرض اسمه أضحية الربيع من تصميم عائشة مبارك وحفيظ ضو من تونس، طبعا بتحدث عن واقعنا وعن واقع الثورات العربية وعن واقع ثورتنا الفلسطينية. كمان كان اشي كتير حلو نشوف طلاب فلسطينيين وطلاب ايطاليين مع بعض بقدموا عرض. كان في عنا عروض خلينا نقول فيها جديدة استكشاف من خلال زي صندوق العجب، استضفنا السنة هاي فنان فلسطيني من مخيم شتيلة كمان قدم فيلمه، ففي تنوع كثير في المهرجان. وزي ما ذكرت يعني احنا دائما بنحاول المهرجان نقدم عروض إلها علاقة في واقعنا، يعني شوف تجارب الدول الأخرى في موضوع الاعتقال، في موضوع الإضراب عن الطعام، كيف نقلوا هاي التجربة على المسرح. يعني هاي النقطة تحديدا أستاذ خالد، قديه مهمة كمان هذه الثيمات المرتبطة بحياتنا سواء الاجتماعية والسياسية وواقعنا
على المستوى المحلي وكمان على مستوى العالم. يعني لما بنحكي رقص معاصر يمكن كثير من الناس بتفكر انه هذا شيء فني بحت او صم وما له ابعاد وانعكاسات مختلفة، لكن هو عمليا ترجم الى الواقع بالتاكيد. وهي الرسالة اللي اعتقد اللي بيقدمها المهرجان، وعشان هيك كمان كان الافتتاح برفاق بالظلام هذا بعرض الولاد. في يعني دائما هنتعرض لنقد انه الرقص المعاصر وكانه شيء تغريب وشيء، وهو مش صحيح. هو الرقص المعاصر اجت فكرة، يعني هو كان ثورة على الرقص الكلاسيكي اللي هو الباليه اللي كان موجود بس للنخبة، كانت في الراقص الاساسي اللي هو كمان بيمثل النخبة. فكانت فأجوا ناس مراقصين عملوا ثورة أنه لا، الرقص مجاني يكون لكل الناس، مش ضروري هاي المواصفات اللي كمان للنخبة. فعملوا ثورة في الرقص أنه يكون للشارع، فهو كان أكثر ثورة شعبية، فهو مش إشي غربي. الرقص بشكل عام والفنون بشكل عام لها رسالة، يعني ما عملك خاصة في مجتمعنا الفلسطيني. احنا دائما نقول سواء أي فعل ثقافي أي مهرجان هو له رسالة. أول شيء مهم نتعرف على ثقافات شعوب العالم. شعب محاصر إحنا، يعني مش سهل إنه الناس تسافر وهيك، فنجيب لها عروض يشوف تعرف على ثقافات العالم. كمان من خلال العروض ننقل رسائل سياسية واجتماعية، هذا شيء كثير مهم. وكثير مهم كمان يعني الوضع الاقتصادي، نعم. مش سهل، يعني أنت بتحرك وضع اقتصادي، فنادق، مطاعم، استضافتهم هون كمان بأكد دولة فلسطين وهذه الرسالة اللي احنا بنشتغل عليها دائما. يعني احنا انتم سفراءنا للفن دائما وسفراء القضية. يعني أستاذ خالد، كمان في جانب مهم جدا، أنت ذكرت أنه في 6 طلاب تم ابتعاثهم لروما. كيف ممكن أنه من خلال هذا المهرجان نستثمر بهذه الصناعة الفنية والثقافية، يكون في عنا أكاديميات ويكون في عنا استثمار في هؤلاء الأفراد؟ يعني في مدارس خلينا نقول بس للأطفال هنا، بس إحنا لازم نستثمر بشكل أكبر، لأنه إحنا الجانب الفني في فلسطين هو جانب غني جدا، في المسرح، في السينما، في الرقص. أنا من رأيي ضروري نستثمر في هدول الشباب، لأنه هدول مستقبلنا. لأنهم بيكملوا كمان كثير من الأشياء، خاصة بالأفلام، خاصة بالمسرح. يعني الراقص هو مؤدي لكل الأبعاد. هذا دورنا كلنا، يعني كمؤسسات ثقافية، كمؤسسات إعلامية زي تلفزيون فلسطين، وزارة الثقافة، كلنا نقدر نعمل بشكل يعني مع بعض اللي ننهض بالحياة الثقافية، إن نستثمر في شبابنا، لأنه هدول زي ما حكينا المستقبل. هم في مجال يخدموا كثير البلد، في مجال يكونوا سفراء لنا في الخارج، وكمان هون يعلموا يدربوا لنوصل كمان لأكاديمية. لأنه إذا بتحكي عن مهرجان رام الله للرقص المعاصر، رغم أن احنا دولة تحت احتلال وظروفنا صعبة، ولكن مهرجان رام الله للرقص المعاصر يعتبر من أهم المهرجانات على المستوى الإقليمي. يعني على مستوى عربي هو اسم كبير يعني، والكثير احنا كل سنة وصلنا تقريبا 100 طلب يعني للمشاركة في المهرجان، وبيحظى بتغطية واسعة كمان من الإعلام يعني على مستوى مختلف. طيب أستاذ خالد، حدثنا أكثر عن كمان معيقات الاحتلال. دائما يعني بصعب الأمور لما بعرف أنه في أوروبيين جايين، في وفود من الخارج، استصدار الفيز، كل هذه الوقت اللي بيكون قبل الإعلان عن المهرجان لحتى آخر لحظة لا يكون متأكد أنه هاي الفرق راح تحضر أو لا، وهذا كمان بيعتمد على أجندة المهرجان. بالتأكيد يعني إحنا هون عايشين في ظرف أنه دائما نكون كمؤسسات، كل مؤسسات البلد بنكون على أعصابنا لآخر لحظة. إحنا ما بنعرف في أي لحظة إنه البرنامج اللي إحنا بنعمله سواء مهرجان أو أمسيات إنه راح تصير أو مش راح تصير نتيجة ممارسات الاحتلال. دائما في ممارسات الاحتلال، في معيقات على الحدود. الفنانين العرب يعني أخوتنا في الهيئة الفلسطينية للشؤون المدنية بيشتغلوا بشكل كثير كبير لإصدار تصاريح. إحنا لغاية الآن الفرق العربية ما أصدرها تصاريح. دائما بيسألوهم كثير في المطارات. يعني امبارح كان في عنا عرض للراقصين الفلسطينيين مع الطليان في القدس، في نادي دي لاسال القدس، في 4 رفضوا يعطوهم تصريح. هذا ما نعيشه دائما. في معيقات يعني، ودائما بنكون على اعصابنا لاخر لحظه، وزي ما بنحكيها بلغتنا الشعبيه البحضر بسد، وجود هذه الطاقات الهامه جدا من المنظمين في البدايه، لانه هذا مجهود يذكر فيشكر. اكيد استاذ خالد، شاكرين وجودكم، شكرا، وكل التوفيق لكل الفرق، واهلا وسهلا بكل الضيوف اللي شرفوا فلسطين اكيد. وشكرا لكم، دائما تلفزيون فلسطين معنا، يعني شكرا لتعبكم لجهودكم معنا. نعم، هذا واجبنا. ومنذكر كمان انه الفعاليات مستمره حتى 18 من حزيران الجاري.